السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مدارس هبة الله. عندنا إن شاء الله الوحدة الثانية تكاثر الكائنات الحية ودورات حياتها. رابع، إحنا لساتنا بالدرس الأول اللي هو تكاثر النباتات ودورات حياتها. نحكي عن النباتات وحكينا إنه النباتات ممكن إنها تتكاثر بطريقتين، البذور والتكاثر الخضري. حكينا عن تكاثر النباتات البذرية، حكينا إنها نوعين، مغطاة البذور أي هي النباتات الزهرية، ومعرات البذور وهي النباتات اللازهرية. وبدناش ننسى إنه بميز مغطاة البذور بوجود البذرة داخل الثمرة. اليوم درسنا عن النباتات اللازهرية، رح نشوف طريقة أو دورة حياة النباتات اللازهرية. طبعا النباتات اللازهرية اللي هي بنسميها معرات البذور، مثل نبات الصنوبر والسرو. نشوف عنا أول خطوة في دورة حياة النباتات اللازهرية، واللي هي عنا وجود المخاريط الذكرية والمخاريط الأنثوية. بدي أميز شغلي يا رابع إن المخروط الذكري دائما حجمه صغير، والمخروط الأنثوي أو المؤنث حجمه كبير. اللي بيصير عنا إنه رح ينتقل حبوب اللقاح من المخروط الذكري إلى المخروط الأنثوي. في المخروط الأنثوي تندمج حبة اللقاح مع البويضة، مما يؤدي إلى تكوين البذور. عندما تتكون هذه البذور ممكن إنها تتساقط أو تتطاير في الرياح، ويؤدي إلى زراعتها مرة أخرى في التربة. لما تنزرع هاي البذرة اللي هي الخطوة الثالثة، راح تنشق البذرة ويطلع منها الجذر، وبعد هيك بتنمو أكثر وبيطلع الساق والأوراق وبتكبر وبكتمل نموها وبتصبح شجرة كبيرة. بعد هيك برد يطلع لها مخاريط ذكرية وأنثوية، وهكذا بتضلها عنا سايكل، دائرة، دورة، نسميها دورة يعني سايكل، أي أنها ترجع بتجدد دورتها مرة ثانية حتى تضلها في عملية التكاثر. إذن خليني أعيد الخطوات. الخطوة الأولى وجود المخروط الذكري الصغير الحجم والمخروط الأنثوي كبير الحجم. تنتقل حبة اللقاح بواسطة الرياح من المخروط الذكري إلى المخروط الأنثوي، يحملها حبة اللقاح الرياح من المذكر إلى المؤنث. بعد هيك تندمج حبوب اللقاح في داخل المخروط الأنثوي، مكونة عنا البذور. البذور تتعرض عبر الرياح إلى التساقط، فبتنشق البذرة وبتخرج منها جذر صغير، وبعد هيك بتبلش في عملية النمو، تخرج الساق والأوراق، تنمو شجرة مكتملة. كل هذا عن الخطوة الثالثة اللي هي عملية النمو. بعد هيك بترجع بتعيد دورتها مرة ثانية. هاي هي دورة الحياة، دورة حياة النباتات اللازهرية، مميزها بوجود المخاريط الذكرية والمخاريط الأنثوية. نيجي عنا نرجع لطريقة التكاثر الخضري. احنا حكينا النباتات بشكل عام اما بذور واما تكاثر خضري. خلصنا الجزء الاول بذور، حكينا الزهري واللازهري. نحكي عن التكاثر الخضري. تعريفه هو عبارة عن نأخذ بعض النباتات، الجزء من النبات من نفس الشجرة وزراعتها مرة أخرى، فبيؤدي إلى تكوين نبات جديد. ممكن أخذ خصلة من أي نبات، طبعا بيكون بينزرع بهاي الطريقة خاصة نباتات الزينة، بأخذ منها خصلة وبرد برجع بزرعها بتعطيني نبتة جديدة. رح ناخذ عنا طبعا التكاثر الخضري له أنواع عديدة وكتير كتير وكبيرة جدا. رح ناخذ منها فقط نوعين، الدرنات اللي هي مثل الموجودة على البطاطا، وعنا الأبصال وهي طريقة تكاثر البصل أو نبات النرجس. ما المقصود بالدرنات؟ التيوبر نحكي لها باللغة الإنجليزية، وهي جزء من النبات موجود داخل التربة بتم في تخزين الغذاء. تعالوا نشوف طريقة التكاثر بالدرنات. كيف تتكاثر النباتات بالدرنات؟ أول إشي رح ينتج للنبات بعد ما أتركه فترة، مثل البطاطا لو تركتها فترة ورجعت عليها بالبيت، رح تلاقي بعض أنواع البطاطا أخرجت عنا البرعم الصغير اللي بنسميه الدرنة. بعد هيك ينمو هذا البرعم وبكبر بهذا الشكل، ممكن إن ناخده ونزرعه، وبهيك بيصير عنا نبات كبير مكتمل النمو. إذا هو بنوجد لحاله على حبة البطاطا، بس أتركها فترة من الزمن، هاي الدرنة بتكبر لحالها، ممكن أخذها وأرد أزرعها تعطيني نبات البطاطا.
نيجي لطريقة الأبصال. ما المقصود بالأبصال؟ البصلة هي جزء من النبات ينمو في التربة نفس معنى الدرنة وبتخزن فيه الغذاء، بيختلف عنها طبعا بشكله، عين الأبصال بتختلف شكلها عن الدرنات. كيف تتكاثر النباتات بالأبصال؟ أول إشي عندنا بتظهر عندنا الأبصال اللي هو الموجود في قمع البصلة نفسها، ببلش ينمو لي جذور صغيرة، بمسكها وبعمل عملية زراعتها نفس النبات. بعد هيك تنمو أبصال كبيرة، فبتنجح هيك الزراعة ويكتمل نمو الأبصال. هلأ بدنا نشوف يا رابع أثر العوامل البيئية على نمو النباتات. شو اللي بيأثر على نمو النباتات عشان النبات ينمو بشكل ممتاز ومكتمل؟ شو اللي بيساعد النباتات على النمو أو شو اللي بيعكس عليها سلبي في النمو؟ أول إشي بيهمني في النباتات درجة الحرارة. درجة الحرارة لازم تكون يعني مناسبة للنباتات. في نباتات تحتاج إلى درجات حرارة عالية وفي نباتات تحتاج إلى درجة حرارة متوسطة. ثاني إشي بيهمني وجود ضوء الشمس. الإضاءة كتير مهمة للنبات لأنه بياخد الضوء وبسحبه وبيستخدمه في عملية البناء الضوئي اللي هي مقصود فيها إنه يستطيع صنع غذائه، يعني يمتص ضوء الشمس حتى يستطيع صنع غذائه، لأنه زي ما بتعرفوا النباتات ما بتتغذى على إشي، هي جواتها مصنع وبتصنع الغذاء بنفسها بوجود إضاءة الشمس. كمان عامل مهم جدا اللي هو كمية الماء، لازم تتوافر كمية مناسبة لسقاية المزروعات. في عنا عامل اللي هو الرياح. الرياح لها تأثير كبير، مثلا عندنا على النباتات اللازهرية وحتى الزهرية، إذا مثلا بتنقل حبة اللقاح من مكان لآخر، إذا كانت الرياح شديدة ممكن إنها تتساقط الأزهار وبتمنع نمو أو تكاثر النباتات، لأنه أنا ما بحب إنه الأزهار تتساقط، بدي إياها تنمو هاي الزهرة حتى تعطيني البذرة. عنا شوفوا أشكالها، إذا ارتفع درجة الحرارة بشكل كبير، إذا انخفضت بشكل كبير راح تسوي صقيع جوا الخلايا النباتية فبتجمد الماء جواتها مما يؤدي إلى موتها، برضو ارتفاعها راح يؤدي إلى الجفاف وموت النباتات. بهيك يا رابع انتهى درسنا لليوم اللي هو تكاثر النباتات ودورات حياتها. انتهى الدرس الأول وراح ننتقل للدرس الثاني في الحصة اللاحقة. لكم مني أجمل الباقة الورود، واستودعتكم لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.